المذكرة مكتوبة يعني مش على الكمبيوتر اللي انا بخط بيه لان بلاقيها دي يعني انا مفيش شوية من الناس اجيالها حديثة. طب بتديني فرصة اعمل حاجات ما اقدرش اعملها بسهولة في الكمبيوتر، فنشوفها مع بعض. بالظبط 8% من الفاضي ويت معناه بلاش اي قيمة. فكر انت ايه معاك نص؟ طيب مين تاني معهوش نص يا شباب؟ في ثلاثة معهمش مذكرة، تعالى أربعة خمسة. طيب البلاد 8% من الفاضي وين؟ معلومة ملهاش أي قيمة. واحد يقول لي بقى كاتبها ليه؟ عشان لو ما جبتهاش من أول الطالب هيتخض. ولا جميع هيتخضوني. فما كتير اقول لك بلاش قيمة تفرض قيمة بلاش قيمة يعني بص انا ليه قيمة حطيتها في دايرة ليش هتحفظ؟ وعشان كده دي ميزة المذكرة دي انها اكزام وان يعني مرتبطة للامتحان مش بالكلام الجد مع بعض خد بالك دي مهمة دي مش مهمة وزي ما قلت 500 اكثر صراعا اهم حاجة في حياتهم تلك الكتاب طيب ماشي فأني إدارة الوقت ضع شغلك على بس إيه؟ الكمبوزيشن بتاع الراس الثالثة 55% السن معظمها أربع فيه 45% ده على المهم ده هو نفسك في الجول قيمة الدم في الخلايا في الأربع فيه مش في الماي ده حتى الناس تقول لك الدم عمره ما يبقى ماي يبقى الماي مش سن لما نستعرف الدم 45% سن معظمها أربع دي معلومة مهمة دي تحت الهول تلك الثالثة خمسة مئة طاقي ويت كام فارق سنة ونص لتر ومش قيمة فيها ثلاث أحوال من المادة مية 100% سوليد 10% جاز 2-3 أقل قيمة الكلام هي فين كان مهمة دي الإي أورجانيك مهم جدا دلوقتي لان الحاجات الكريستالويد عددها كبير قوي فهي دي اللي بتعمل الاوزموتيك فما في دكتور في العالم ما يعرفش ان التركيب الاسمول للجزمة يعادل محلول ملح شوف الدقة 9/10% ما قالكش 1% 9/10 يعني لو عندك نظم الصلاين في المستشفى انت ممكن تعطره لانك عارف الرقم ده تجيب 1000 سنتي ميه وتزود فيهم 9 جرام ملح يبقى اذا ال 100 سنتي ال 1000 فيهم 9 يبقى ال 100 فيهم 9/10 تدي هذا المحلول العام بتاعك لا ياخد ميه من السلك ولا يديها ميه زي الفل مصطلح المحلول ده فالرقم ده مفيش دكتور في العالم ما يعرفوش ان البلازما نسبه الملح فيها أقل من 1 جرام 9/10 جرام في السنة. طب ايه الأورجانيك بقى؟ أهم حاجتين أورجانيك بلازما بروتين أند ليبيد. بلازما بروتين عدد 7 مقبول تبقى عارف إن هما 7 جرام 7.8 7.4 أي رقم في حدود السبعة تعلمه صح. حتى رقم كرمه خالص. تبقى أيام الأسبوع 7 السماوات سبعة. لازم بروتين 7 جرام. أي غلطك ده اللي فيه هون. عمره ما بيلعب في الرقم. لأنه عارف من حصل. في التمييز اللي أنا هعمله معاك الامتحان الجاي. 7 جرام مش ملي جرام. معظم الحاجات في الدم في ملي جرام ده عدد. لازم بروتين وهيموجلوبين في الجرام. لازم بروتين وهيموجلوبين في الجرام. لازم بروتين وهيموجلوبين. جرام جرام. مش جرام غلط. الليبيد. سؤال ايه السيو ما حضرت لك الدائرة الصغيرة وفي البلاد ما فيه حضرت لك الدائرة اهو سمع الدور الاحمر على الطاقة الليبيد ما هياش فري ليبيد انما بيتشال على البروتين سوري فلايت البروتين هيجيها في الامتحان هل الليبيد فري ليبيد؟ غلط فلايت البروتين اذا لو كانت فري ليبيد كان كنا قلنا تتترانس في جدران الخلايا وتعمل لنا تصلب شرايين
لكن لما تبقى بالشارع على شبوكين تبقى الطالب اللي هو وقتك دايره. ولا تركبش دوران الشعرين. فشيء في السؤال مهم جدا في الـ MCU exist as IPO protein not as breathing. فعشان اقول لك ما تاكلش دهون كتير. ليه؟ لان لو كانت دهون كتير مش هتلاقي لهم بروتينات تشيلهم. فاللي مش هيتشابه هيحصل له ايه؟ هيبدا في لبعض الشريان وهو ده اهم سبب الوفاه في العالم تصلب الشرايين. بس ده ابراز ضعف القلب وانخلاق المخ وحاجات زي كده. طبعا هو زي ما الكوليسترول عباره عن لايف بروتين ايدنتي رولين. الهاي دنسي يسموه الجود كوليسترول واللو دنسي يسموه الباد كوليسترول. كوليسترول اساسا عباره عن لايبو بروتين. دي مقدمات تابعة للحم. نيجي بقى نبتدي بلازما بروتين. وي هاف فور تايبس اوف بلازما بروتين. البيبن، بيرامينين، فايبرينين اند بوسانتين. الالبي قوي كلمه تنتهي باي ان تبقى بروتين. طبعا رقم
طب ومين اصغر موليكولر ويت؟ الان سمول موليكولر ويت. تعال حط الحقيقتين دول مع بعض. هقول لك الانفلوينزا اللي هتقوله اخر حاجه انه هتطلع منه. السبوتك بريشر بيعتمد على عدد ولا حجم ولا حجم وعدد الجنيهات؟ طبعا كده عدد الجنيهات ده. طب تعالى نصيح نصيح عشان كده. الانفلوينزا كميه كبيره من جزيئات صغيرة يبقى عدد الجزيئات ايه؟ كمية كبيرة وجزيئات صغيرة كتير يبقى 100% لان البوتك فاهم متداخل في البوتك. يعني دايما الكلمات بتنطق بالوضاح، الارقام بتنطق بالوضاح بمجالها. الالم كميه كبيره والجزيئات صغيره يبقى عدد الجزيئات كبير يبقى 100% متداخل. هنشوفها دلوقتي حالا بالبوتك وش. طيب بص لي في الليسته مين اكبر جزيئات حجما؟ طيب ده في مجال الحجم كبير سائل فيه جزيئات كبيره يبقى مرور سهل ولا صعب؟ صعب يبقى فيسكوستي. فيسكوستي عشان كده اقول لك الفايبرشن تبقى وزن مسؤول عن البلازما. بلازما فيسكوستي نو بلازما فيسكوستي. البلازما فيسكوستي دي المسؤول عنها الارض كتير اساسا 5 مليون في كل كيلو متر. يبقى بقولها صح لما تكون قصدها الاول فايبرشن مسؤول عن بلازما بالقاسي. انا بقول بلازما بالقاسي دي بقى هو اهم من الفيبريشن اللي هو ارسي. انا جبت الارقام مش ثلاثه اللي انا هحفظ لك كميتها تقيله لغايه وهي فين السبيرولوجي سايت بروفيشن. سؤال كم اين تصنع البلازما بروتين؟ طيب الاجرين والجلوبينز والفيبريشن والبروتين كل ده بيجي عارف ايه اهم اختبارات الليفر واحنا بنعاني من وباء كامل فيروسي؟ شوفوا الكونسنتريشن وهذا ايه؟ هاجمنت المفروض تصنف في الليفت من 3.5 ل 5 تحت 2.5 يبقى الكامل ده مش نافع. المفروض الكامل ينتج من 3.5 ل 5 لما عايز يقول لك الكامل بتاعي قول له ايه الهاجمنت بتاعك في الدم ايه؟ مش عاملها معلومه مش هيسالك كده صغير بس هناك بالليل فيس على الكلينيكال جدا يحبوا يهتموا الجامعات الامريكيه والكنديه غير الكريك ده بس يكون معلومات من غير دلاله. اهم حاجه في ليفا فانكشن قلبه بينتج قد ايه قلبه؟ تحت الرص تبقى ليفا ده مش نافع لان المفروض ينتج من 3.5 الى 5 طن. طب اللون بتاعته في ليفا؟ طب الاوعيه اللي بتتكلم الجاما جلوبرين نوع بس في جلوبرين لان الجلوبرين ده الفا وبيتا وغلطه. الجاما جلوبرين الوان يعني بتتعمل في ليفا بس في الواقع ليفر بيتعمل بخلايا اسمها بلازما سيلز هي ترمي الانتي بادز من الرابط. طب والبلازما سيلز دي موجوده ازاي؟ بشكل شبكه بتاعت كتير من الجسم الاسبين والبوز والحاجات دي اللي هو الريتيكولار سيلز سيستم. يبقى تاني سبايك بروفيشن في ليفر لكن 50% من الجلوبال بيتعملوا في البلازما سيلز اوف ريتيكولو سيلز سيستم. ايه الرصاد اللي تحته؟ الريتيكولار سيستم ده ديفيوز سيستم والسيلز موجوده في الليفر والسبينو ليفت جنب المخ اللي هو بيرتك الجاما جلوبين اللي هو الاميرو جلوبين اللي هو الانتي بوكس بتوصلك في الليفر لكن بتوصلك كمان في البلازما سيلز بتاعت الريتيكولار سيستم. سيستم وهذا الاسم خطا يا شباب في نص خطا ونص صح. نص صح ان البلازما سيلز موجوده بشكل شبك متشابك في الطحال وفي الليفر وفي البوكس. كانوا زمان بيعتقدوا ان الطبقه المغلفه للضغط بنت الاندوثيليا بتنتج الانتي بادي سبب كده غلط. فالريتيكيلو اندوثيليا نص الاسم صح ريتيكيلو ان الكلمه سيلز اللي بتنتج الانتي بادي شكلها ريتيكيلو لكن لا تتضمن ولا تشمل الاندو دي الاجابه الاولانيه. بس اقول لك حاجه نص على كلمه بتيجي شكل اقول له في ايه بقى؟ جاما جلوبرين مش حته ثانيه ادوين اللي يبقى فيها بلازما سيلز ادوين في المناطق الثانيه اللي فيها بلازما سيلز. طيب ايه الجي ريشيو؟ حاجه مهمه جدا من اهم الاختبارات في الطب ان احنا نسبه الادوين الى جلوبين. مين اصلا؟ ادوين الى جلوبين
يبقى النسبة دي نسبة كويسة الرقم أكثر واحد على الأقل واحد أكثر واحد مرضى الواحد حتى الطريق بالفضل بس لازم عشان تحكي النسبة تنصف اللي قاله من عدد فممكن تصيرها كهربائيا أو كيميائيا فعشان كده يقول لك واحد دي من عشرة أو واحد ستة من عشرة ليه رقمين متباينين كده حتى الطريق الفضل المهم أكثر واحد حتى الطريق الذكي لو مش حافظ رقم أنا بقول لك إنها أكثر واحد حتى الطريق يا رب لو لقيت مش عايز بيت فليش فيه قضايق؟ فقدت طب لو لقيت جرومين برضه فقدت فقدت يعني طب الأكل اللي عايز يطلع يبقى كل اللي قاعدين في مصر عندهم قيمة جديدة قيمة رهيبة عندنا عندهم قيمة جديدة قيمة جديدة طيب اللي عندهم كيس جديد دول في مصر اختاروا برضه ده كيس يعني دي مرحله دي مرحله نمبر 1 في العالم في بايرن اللي هو ايجي اكتر حته في العالم فيها بايرن سي مش ايجي اللي هو ايجي واجي واحد مش ابر ايجي اللي هو عددنا يعني الابر فيه برضه بس اكتر حته في العالم فيها بايرن سي هي اللي هو ايجي لو الكيه وايد هتنقص الاجر يبقى برضه ليش ايجي هو ده يا بابا طب ليه اقول ليه ضغط القلب بس ليه ما تفرش دول انت ما تفكر ليه عشان القلب ضعيف فبيبقى ضعيف بيحتفظ الاثنين بس مين اضعف بتفكر ضعف يبقى الايج ريشيو بيساهم في تشخيص مرضين مهمين قوي في الطب في حاجه كده يا دكتور كده احنا بنقول لو جاب الجلوبولين يقدر ايش أظن الجلوبلين بيجيب في أي إنفكشن لأن أي إنفكشن بيطلع إيمينو جلوبلين أنا جايز ليه مين كتب دي بارو في من دي بس وليه في إنفكشن كل الإنفكشن بتاعه الجلوبلين ومتاج أنا جايز إيه فريش معاي؟ فأنا يعني ممكن تكتب أي مثلا ثلاثة نفس الدرس إنفكشن أي إنفكشن هنا عندهم يعني سؤال شنوي فانكشن دكتور نقودين سؤال نظري مهم مستقل انا بكتب مهم وانت تكتب مستقل طيب ايه اللي في شاورة مهم؟ يعني بتاعت ده شاورة مهم الفانكشن دكتور نقودين 8 العقل البشري ما يقدرش ياخد بسهولة من أربعة حتى انت لو معاك تليفون موبايل فون وطلبت لنا مثلا في امريكا اللي هي بتبقى نمره طويله قوي هو الموبايل كان هي ممكن 3 3 4 لانه عارف ان عشان تفتكر نمر حتى لو دولات قالوا لك نمر وانتهى ببيئه دي الطريقه اصلا انت مش في بالك اصلا لازم تقولها بالطريقه دي 3 نمر 3 نمر 4 اقصى حاجه لحقت تقولهم 4 لان هم لا العقل البشري يقدر ياخد كام؟ 4 وعليا علمك بمذاكره ثانيه يبقى ما ينفعش يكون الثمن اربعه ترمى في لازم فنقسمهم اربعه 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 منطلقين من نقطه مهمه هو ليه ربنا عمل 4 بي 5 في ثلاثه وخمسين لو كلنا عملنا شنو واحد في ثلاثه وخمسين بيكون ايتش بايب بالظبط سبيسيفيك فانكشن 100% ربنا عمل سبحان الله اربع انواع ان كل نوع له سبيسيفيك فانكشن الاربعه الاربعه التانيين حتى مره كان في فاضل يعني كان الدور السبيسيفيك راح كاتب ان الاربعه التانيين ناقص ايه؟ سبيسيفيك الاربعه التانيين اكس سبيسيفيك عشان كده بكتبها على الفانكشن ما بكتبهاش على الفانكشن في دي سبيسيفيك في انواع متخصصه اكتر فيها ليه؟ فيكتبها على الفانكشن بس هما بقى ايه عشان ما يبقاش فاكر في كل ماجي بالظبط هو كتبها سبيسيفيك وعمل ولا هيكتبها سبيسيفيك وايه؟ وضع سبيسيفيك هي عبر فاكر في فرنسا لانه في كتير زي ما هقول لك سبيسيفيك انا عملت لهم طريقه حلوه اي بي سي دي اي بي سي دي اول وظيفه لفرنسا بروتين في الاذر فاكر يعني يعملوها كلهم بدرجات متفاوته ان الفرد المفيد بتعمل ادوبشن اند كونفرجيشن
في أبزوجيات للتصاص. وكونزرفيشن يعني محافظة. وفي حتة الكونزرفيشن في بعض دول العالم في انجلترا محافظين. فبتنطبق الحياة أبزوجيات and conservation. تعال فرق. دلوقتي المدرج عندك كلمة. عندك حليب. عندك قطر. لو تطرق ده بيجرب الهور. الهرمون الشرق. يبقى ليه كيف كان وفيد من السيكم؟ تبتبان ده الاسكريشة ايه؟ كيوريس. ثالثة معارض قطر. هرمون. ستي كده مثال. اقول حاجة وفيدة هنا. الامريكا موبل البوليس مان يسموه في القطر. ليه؟ كان زمان كان بيجيب الكتاب فيها ضوايا من حاجة في كتاب كبيرة أوي كفر عشان كده سموه كفر. أنا تجي فقط مع رجع خلاص كفر عشان كفر. كان زمان ما فيش ضوايا تانية ضوايا من حاجة كبيرة سموه كفر. تيجي تذكرك إنه ضد حاجات الدنيا الشارع تسمع بجيب كفر. طب إزاي تصير الأوزان إزاي في حاجة تانية مش لأنها صغيرة يعني الزرقة بروتين تبكيلي ليه بتاعني ليه بكيلي بغرض اخر. ايه الغرض؟ عشان ايه بقى؟ ووتر فاري طبعا التوصيلش بالكدران الدهون وزيتي تصلب شرايين. يبقى انتصاق الاشياء بالزرقة بروتين بكام غرض؟ بغرضين. لو صغيرة حتى لا تنقل في البول. لو كبيرة زي الليبت عشان تبقى الفاري. هل الليب الثاني سؤال تحديد أقول أسفيني من ستة ولا أزواج مكورتين رفع تاني وظيفة بطر أو دشرح هنا بجنها أو دخبار الوقت البطر هو محلول يحافظ على البي اتش مثل الطريق بطر بعيد. أول ناس عملوها واحد اسمه أبو البخ في الألمانية بوتاشيا هيدروجين حط كده في اتش شويه جاب بوتاشيا يعني قوة ثابتة معلش وهكذا. تعالى نفهمها نحسبها بالمثال. هو إيه اللي غير في البي اتش؟ الأسيد يبقى لازم البخر اللي يمنع التغيير في البي اتش يبقى حاجة تجاري الأسد أو حاجة تجاري الأرجل كده؟ هاي بابا يبقى كام كومبوننت عن الناعة الناس فاهمة؟ لازم أكام كومبوننت فقط ايه؟ حاجة ضد الأسد أو حاجة ضد عندي بالتالي بقى الفرق بروتين بيشتغل تفاقر سنة كل البروتين في جسمك أنفوتيريك أفي يعني أنفوتيريك؟ يعني عمود أراد سنة يعني لو حطيتها وسط الكلاين بهيج الأسد والعكس العكس وسط قاعدي تصرف كحل وسط حاضري تصرف قاعدي. نعود معلومة لأن بروتين مترددة فبالتالي ايش تعريفك الكلاين ولا أسيلك؟ كلاين كم أروح عشان كلاين يبقى هما بهيج أسد أسد يبقى قاعدة من أهم القاعدة في الفيزيولوجي ان كل البروتين في جسمك بيهيب از اسيد اوعى تنساها مهمة جدا. لازم البروتين بيهيب از اسيد بروتينيك اسيد اللي هو من البروتين بيهيب از اسيد هيموجلوبينيك اسيد. يبقى هنا البروتين لازم البروتين مش موجودة كبروتينيك اسيد هو ده اللي هيجمع لي الاكل. طب اي اكل بتتعامل مع ايه؟ فجزء من البروتين اللي هو البروتين هيتعامل مع الصوديوم اللي هو موجود بره الخلايا فموجود كصوديوم بروتينين. طب الصوديوم ده يقدر يعمل ايه؟ لما يتقلب قولي ازاي كان بروتين شغل كبابا بما تحتوي اي بابا لازم تعطي عبتين ويت اسيد ويت صوت ويت ستونجري. طب السؤال ربين عندها الاثنين هي اسيد بروتينيك اسيد
وعندها صوت مع البروبيليت اللي هي الصوديوم بروتيك وجات بنجح طهارة كل البروتيك في الدنيا بروتيك متربضة فموجودين في جسمنا اللي هو الدرائن يبقى كل البروتيك في جسمنا مش البادي وفي بادي مش عاوز أباكي الروبيل اللي نقصه الروبيل ده بروتيك يبقى في جسمنا هو بروتين وموجود في وسط الكلام يبقى بيهب قوي قوي من جلوبين بجد هنا نقول ايه؟ بروتينيك قوي طب بره الخلايا في صوديوم طب هو في البروتينيك قوي هيعمل صوت اسمه صوديوم بروتينيك ده سهبة مش قوي مش كلمات حاطينها ما نعرفش البصر هيسألك ازاي بقى تفصيل بهيب البصر تقول له ان اي بقى سيستم بيتكون حاجتين بيت اسيد اجانب بيت الكلي بتحط على الكوبري مكان الـ DL البروتين في جسمنا موجود على الويت أسيد بروتينيك أسيد جزء منها هيتحد مع التسجيل اللي ورا الخلايا صوت اللي بتطلع في البروتينيك لما اجي نمر من جوه الخلايا هيتحد مع بوتاسيوم اللي جوه الخلايا بوتاسيوم فيبقى بوتاسيوم وهيموجلوبين بروتينيك أسيد عن بوتاسيوم وهيموجلوبين بس فاهم نفس التفاصيل كابيلاري برنامج المكان الوحيد الذي يسمح بتبادل الاشياء هو الكابيلاري لان هي فيها فورس مفيش الكارد وورتر سيستم حاجه يخرج منها حاجه ويدخل حاجه غير الكابيلاري اول ما شفت الشبابيك بنقول نوع شبابيك كده واحد حاطط الومنيوم كده وتقريبا من غير حاجه او شباك كده حاجه خشب مش لازم نتعالج حسب احتياجنا الصوره بتاعه الفورس هي الثلاثة خطير الثلاثة خطير تتحكم بالكثير الجمالين تقصد كثير الجمالين دولة حاولة عدد كثير من الناس عندي ايه اهم وظيفة كثير الجمالين بس لو عدلوا لهم الكلام فيه وظيفة دي لو فقدنا الثلاثة خطير هكون في نسجة فور داري اللي هيحصل معك الانكريس في الكثير الجمالين كثير الجمالين يعني كده بقى تشاريك مبتاح يخرج الماء بتاع الدم بره يتقلل حجم الدم ويتفرق بره دي تلوصي تروح تطمان في كبتر رمضي ماشي قابل ده لحد كده مش بتابع الكلام انا لك عشان تدوس يعني مش اي وظيفه دي اخر حاجه للدم ده بروتين دايت ريجير لو انت ما بتبدلش دلوقتي بتعرفي الاكل ليه؟ لانها دايناميك ممكن تدخل تحولها الامينو اسيد في الليبر وتاخد الامينو اسيد تحولها لجلوكوز شغل فيه مخك في الحس انت ما كانش وعاوز بقى ليه ما يعرفش غير جلوكوز ما حرقش ليه طب البروتين يا اساسا الامينو اسيد لو انت ما كانتش الليبر تاخد بروتين تحولها الى امينو اسيد تحولها بعد كده الى جلوكوز عمليه يحتكوا عن اسمها جلوكونيوم ليه ما يقولك ليه يا دايت ريزيرف؟ مش جابها كلمة واحدة لأنها دايت بتستخدم ونحمل غيرها بتستخدم ونحمل غيرها كل يوم بتتغير 10% من قلبك كل يوم 10% من قلبك بتستخدمها ونعمل غيرها يبقى دول الأربع عضلات إيه بي تي إي ماشي إيه؟ Absorption and conservation بغرضين لو حاجة غيرها نوع الفيتا نيوري الليبت عشان يبقى صالبه دي بابا فين البابا دي بروتينيك اسيد صوديوم بروتينيك دي كابيلاري بريمابيل دي دايت ريجير لانهم دايناميك طب الناحيه الثانيه بقى سبيسيفيك فانكشن ده هو بالاخر عايزينه قبل بروبلم كان يروح ايه هو قال وصل اللي فاهم بتقولش بروبلم فورمال يعني يبقى انا بتاع بلاد كولستر فايبر انرجي من السي انا بعمل جينيسيس اوف فايبر بعمل بروتين خايفي بتاع كولستر يبقى يعمل ايه؟ بلاد كولستر ومن رقمه بحط الارقام اللي بتحدد اللي بيبقى اللي ده اكبر بلازما بروتين يبقى مسؤول عن اللوجيك اللوجيك ايه؟ هو بص الاكريسي بروتكشن مش اي حاجه تقولها اي حاجه جلوبلين الطلبه العاديه اللي هتجيب امتياز هتقول ان اهم نوع في الجلوبلين هو الجاما جلوبلين اللي هو ده الانتي بودي
ولا واحد مش امتياز لمعسكر الرأي. وجدوا في كثافة الوعن أصفى وبيتا وجامع فليس قل لهم بس الجامع فين بيتا الرأي البيتا الرومين في مثالين مشهورين جدا لسه بعيد كل الكوابيليشن فاكتور بيتا الرومين البروتين اللي بيشيل الحليب لسه ترانسفيرين بيتا الرومين طب الأنظر أنا أقول لك الكوابيليشن أهم مادة بتحافظ على الضغط مع الحليب يعني واحد تنشن يعني تعمل كل سيكشن أنجو تنترجن دي ألفا الرومين مكتوب كل هذا الصوت يبقى نفس الجلوبلين انجيو يعني وعاد وعاد انجيو تنشن يعني حلب عنده هايبر تنشن عندنا الضغط فانجيو تنشن يعني يعمل ضغط للاوعية تنشن يعني هي اللي بتعمل المادة اللي بترفع الضغط دي الفا الجلوبلين يبقى بقيت الطاولة بتكلم عن كلام الجلوبلين بس ده الابتداء على رأسه لا بيعمل في الثالث بس كده واحد اصفر والبيتا ويل ماذا للألدوم؟ الألدوم قلنا اللي مسؤول عن الضغط بريشر هو العدد الخلايا نعم لا تعطي من هو أكثر مش من هو أكثر جزيئات عددا
طيب في شويه صوديوم يا شباب، بصوا الراجل بتاع الضفه، في شويه صوديوم موجوده جوه الراس انها ماسكه في الثانيه الموجوده بتكلم عن الضفه، ومفيش ما يعادلها بره. تمام؟ ماشي. في شويه صوديوم ممسوكين مش هنا بروتينيك اسيد، وفي شويه بروتينيك اسيد بس صوديوم اللي هو صوديوم بروتينيك. فاكشلي 28 دول الانديول الاوعي متوسعين ازاي؟ بسبب الانديول نفسه في اي 19 وتسعة صوديوم بسبب الانديول موجود جوه الانديول يبقى في البلازما يعني في شويه يعني ده الانديول. في بعض الصوديوم ماسك تاني function of plasma protein. كان ثمانية أربعة specific وأربعة non-specific. وشوط من حق الأربعة كان فتركز من عشان بعد الفتين ومن حق مرة واحد تاني مرة تاني وقت كيف نعمل يبقى specific وأضرب لأن التانيين بعض السيل يعني في هرمونات وفي بروتينات وعلى كتير هرمون بروتينات وعلى كتير كالسيوم يعني فيها برضه تخصص بس يعني ما بينهم انت تشيل دول انا اشيل دول وهكذا يعني مثلا الهرمون بتاعت الجين بيتشال على الانجلو بقيه الهرمونات على الجلو يبقى برضه مش اي حاجه بتتشال على اي حاجه فمقدرش اقول ناقص خلاص يعني مش تخصص مطلق فاهم؟ تعملها قريبا هنا ولا فقط تصنع الاوائل بريفكشن ناس سهله قوي نبتدي الاي بي تي بي ايه؟ absorption and conservation وزيت التحقيق على التاني ده غلط دايما حاجات صغيره عشان ما يحصلهاش انتجريشن والليبيد عشان يبقى صغير طب بقى ده تعرف فين بقى فين كل البروتينات تفعل مهم جدا كل البروتينات في جسمك كلها بلازما بروتين في هيموجلوبين البروتين موجودة فقط على الجراحي بل بيبقى أسد من أهو بروتينك أسد والأسد الأسد يتساعد مع الصوت المتاحة برة الثاني صوت بسول البروتينات لأن أي برة الجسم عبارة عن ويك أسد والصوت مع صوت بريد أهو دي كابلة البرنامج دي باتري ده اللي هو بقى دايناميك. طب تيجي بقى ليه ربنا على قد الجرام للبابريليا بروفاتس سمول برومبس ايه سمول برومبس برومبس في ايه كانت واجريشن البابريليا الاس بجيب انت الفايل اللي بقى واجريشن بس هو عبر واحد يبقى بس كل عدد بقى صح بقى لازم ما تتبص اجلوها كده برومبس الطلبة كلها تقول الجامعة دومينت انتي واتس اللي اسمه البيتا دومينت هي نوت دوكينج فاكتور نيوترون فريق جديد عليه والالفا هو الماده اللي هناخدها لسه هناخدها في السيركوليشن بتاع الضغط انجي تنفكشن بس احنا ازاي لازم نعرف كله انجيومنت مسؤول عن كلمه العليا المهمه انفكتد او كورلويدا يعني ما بنتكلمش عن كورتيزول او اونكوتيك از وات بريشر لكن هو مين مسؤول عن التوتال ريسبونس بريشر طبعا الكريستالوي ثم الكريستالوي ثم الكريستالوي ثم الانتي التوتال خمس ثلاث بس احنا ايه فبنسكي بيجي في مين لانه بتاعي شد الميه عند الهينا سند ما تدخل عند الارضيه سند الكابيتال اللي بتدخل عند الهينا سند كام قوتها من خمس ثلاث هو المؤثره للبتاعي راح 28 انت شاطر اكتر 19 بسبب الأنجلوس و 9 بسبب الصوديوم اللي مكتوب عن قبل الوجه والبطن. فدي كانت في الكورس العادي الحصة الأولى. احنا قلنا ده كراش كورس يعني تكون أكثر من حصة في بس دي المفروض إنها حصة. شفتوا رخصنا إيه؟
صفحة وربع. تعالى جاء الدنيا السبعة والثمانية لما عايش تحفظها في الأكاليم ما بقى كاليم صح وهم الثمانية دول صح. ننتقل للحلقة الثانية ار بي تي ريبلاد كورباتين دي قالوا كورسات اللي كانت على الأطباق شاب بقى يوبيت برافو عليك الاندوسايت بالباركو كيفي نون نيوكريتيف مفيهاش نيوكليس بريترو يعني احمر تعلم كلمة بريترو يعني احمر بريتروسايت يعني خلل احمر بايكون كيفي الهوليوم بتاعها سين كيوز مايكرون ده هو اللي راحوا فيه الدايرة سين كيوز مايكرون ده بس انا حطيتلك عليه ايه دي عارف ليه؟ ايه الرقم ده مهم؟ لان احنا بنتأثر الأنيميا حتى بحجم الكرة يا ماكرو بتاعت بيكولوفوليك يا مايكرو بتاعت حليب يا نور موسيقى مش اي رقم في ارقام ده اللي بتحس حجم الارض ستة ايه؟ عشان لو زاد على هذا الرقم تبقى خلية كبيرة قال لي تبقى خلية صغيرة طيب العدد بقى الادلت ميل 5.4 مليون لكل كيوبيك بيلي سؤال مستيون حطيت لك الدايرة على ايه؟ كيوبيك بيلي؟ يبقى لو ده بقى كيوبيك سنتيمتر غلط كل مني متر من سنتي متر عارف لو جاب سنتي لازم الرقم يبقى كام؟ 5400 مليون في كل كيوبيك سنتيمتر بس عارف يعملوها شوفك فاهم ولا اه طبعا مش الكيوبيك سنتيمتر 1000 كيوبيك مليمتر عندنا 10 × 10 × 10 في الجميل اقل من كده شويه 4.10 هاير كونتنت ميري بورد الأطفال اللي عندهم أكثر زوري بورد خليك الولاد ليه؟ ها؟ قال له أوبشن خلى عندهم أكثر طب ليه ربنا عمل له أوبشن وخلاه عندهم أكثر؟ هو تكوين الأرض دي تحتاج إلى حديد صح؟ نظر الحديد حاجتين ده بالعكس يا اما الار بي اللي بتتكسر زي ما هناخد دلوقتي وعاد استخدامها ده مصدر حقيقي مش حاجه واحده مش اكل او ريسايكل لبن الام لبن الام فقير في الحديد غني في الكالسيوم اللي هو في موضوع ربنا عوض وعنده مصدرين حديد ده ريسايكل يا اكل هو ما عندوش اكل في حديد كفايه ولا لبن الام يبقى عوضه بريسايكل يبقى خير اساسا عنده ايه؟ حتى فبالتالي ربنا عمال ان خلى ضغط الاوبشن قليل جوه هو فعلا مفيش اوبشن متاح كتير جوه فعلا على الارض ايه؟ كتير بس حاجه دلوقتي ده انا جايين هنا اكتر من الاثليتيك الرياضيين في الوقت الجود السؤال فين في الام اس يو؟ بريبورد وقت ده هتعمل ايه في الفيتش دول مش هعرف كل حته اقولها ده اول حته بس على الطلع تحط دايره حمراء عشان تشوفها مش تشوفها كده وما تزودهاليش دلوقتي بعد انا احمر اعملها بالوحدة الكونتنت اهم حاجة جوه الار سي دي هو بلد طيب وفيه بوتاسيوم خلاص مش صوديوم صوديوم بقى طب هحطها لكم في الانتروكشن خدوا بالكم ايه غلط اهم ايون بوست جوه الخلايا اي خلايا هو البوتاسيوم صح والنيجاتيف هو بروتين وفوسفيت ايه الحرف اللي بيشترك بينهم؟ اللي جوه الخلية كلهم يبتدوا بحرف البي بوتاسيوم اللي بره هم حرف بي صوديوم كلورايد بايكربونات طبعا كلورايد بايكربونات بوتاسيوم بيحتفظوه ايه يا شباب؟ ايه؟ والصوديوم؟ ايه؟ ايه؟ تاني انا عمري ما في امريكا بالكادة الا بقى مؤسس المحاضرة الرابعة عربي مش اكيد لو انت عم اعتد بعروبتي بقى والكلام العرب عارفين ربنا عمل كل حاجة على الميزان من هو هيقول المسؤول عن الحرية الهادي وفيه يبقى لان ربنا لان ربنا حط عليهم مسؤول عن الكهلوية وتاسو كالوي ما عندهمش هم قاف تبقى كاليوم كاليوم كالوي الأصل عربي مش تفيني لابد ان نعتز عروبتنا طب الصوت منين ايه؟
عشان اعرف اول ما ابدأ الصوديوم فاضي ده اروح في مصر. ليه؟ خش بقى على مصر انا استنى يعني لما كانوا قايلين لي لا تعالوا عربي يا هنا الدراي مهم جدا في ترانسبورت يبقى بس الانزيم يبقى لا تعتمد على الاوكسجين يبقى لازم تبقى عليه اوريو في الام بي كيو. احنا مش جايين نلعب جايين نلعب. ما فيش مايتوكوندريا يبقى بالتبعية ما فيش اوكسجين الانزيم يبقى لا ممكن تعتمد على الاوكسجين. بس الميتابوليزم بتاع الار بي سي ثاني رابط كمية الهيموجلوبين في الأدرس ده عدم مهم. بس الدكتور ما يعرفش اللي هو 15 ل 16 وفي السنين 13 و14 وفي الانفنت عندهم مش اكتر يبقى 19. انا حاطط دايرة على ايه؟ على الكرام. لان في حاجتين بس اللي مش اكتر لازم يبقوا في الكرام. بروتين اند هيموجلوبين مش هيلعب في الارقام اللي كنت قايل وورد وايد خلاص عارفين طلب عرض ارقام. هتلاقي الكرام يبقى في الكرام في رقمين كرام لازم بروتين اند كل ده كلام قراءة كبير. كل الصفحة دي ضغطة الأسئلة اللي ما يقعدش تحفظها ليس النظري. فين الدكتور بتاعك؟ هو شكل الهيموجلوبين. الهيموجلوبين بتاعها بيتكون من فور الهيموجلوبين كي فور سب يونت. تمام طبيعي وكيفة. كل الهيموجلوبين كي عبارة عن أربع حاجات. كل دول في بروتو كومبريسين يعني يحولها شبكة من الأمينو أسيد يبقى تعمل مع بعض بوليبيبتايد شين يعني أخيرا كده في أمينو إيه؟ أسفل يبقى إذا ده شكل هيروجلوبين كام سب يونت أربعة. كل يونت فيها فور بروتوبورتينال رين في حديد وفي شبكة اللي هي جلوبين ده اللي هو البروتين بتاع أبو عيني. العضلة الهيموجلوبين في ريسبيتين أصلا واثنين بيتا. البيتا الهيموجلوبين الهيموجلوبين إف اثنين ألفا واثنين جاما صح؟ طب تعالى نشوف احنا الأر بي سي لو وظيفتها تشيل إيه؟ أكسجين ده كلام أطفال. أكسجين أند كاربون دايوكسيد ده كلام بنات. الأر بي سي ده تشيل تقريبا أكسجين أند كاربون بدون مداهمة. أكسجين مع الحليب. أما الكاربون دايوكسيد مع الأمينو أسيد. طيب تعالى لما بيتشال الأكسجين الحليبي بأوكسي موجب الحليب بيبقى ثنائي فرس او ثنائي فرس بعد ما يجي حقيقي ثنائي ولا ثنائي بيقعد فرس ده مش اوكسيديشن ده اوكسيديشن دي باين اللي هو من هيشيل اوكسيديشن من الوقت دلوقتي الانسجه انت قلت هيسيب ليه ارسمه بقوه عند اللانج وانا عارف ان بعد ثانيه واحده هسيبه عندي كتير فعشان كده الاتحاد ضعيف جدا oxygenation, not oxygen. فلو قلت برضو بالإيه؟ بالفيروس فوق.
كارل ساينز فتح الكبير قدامنا بعد قوس ولا عرف الحد جلوبين لو عرفنا عرف مش كده يسموا المركب بتاع اللي فيه كلهم على جوجل بعد قوس ولا عرف كارل ماينز كوبا رفع عدد من رفع عدد الزملاء الكربون مونوكسيد ايه عيبه اللي هو اهم غاز يتسبب في الوفيات في العالم كل ايه يكون سبور بس انت اني اما غاز بروك جوع لما نقول هلو كده بس هو عارف حتى مش معنديك وقت بيرس كورس على وزن كده مين اهم غاز يناوي في الناس العالم كربون مونوكسيد اللي هو بيطلع من النهضه اللي هو الشكلانه كده الطبيعي ليه بيناوي هقول لك ايه لانه ما بيتمنى في يوم ده مفيش اوبشن ويتشال على البروتوكولو ايه فعشان كده يسموه كاربوكسي كاربوكسي اللي هو جاحب مين الاوبشن ما تهمش فاك الكارب ده السايد المركب يسموه ايه كاربا مايو لما لا يسموه كاربوكسي عادي روح من العصر كلام ده صح سؤال انت مهم جدا يا جماعه بقوله بطريقه طبيعيه سؤال داخلي الاجابه الأذر هيموجلوبين 2 ألفا و 2 بيتا البيتا 2 ألفا و 2 جاوة مين عنده هاي أكفينيتي بروكشن؟ لكن السؤال من أخير الإجابة مش عاوز حفظ من يعطي من؟ الأذر ده الأم والبيتا ده جريم مين بيدي التاني أوبشن؟ الأم بتدي جريم فلازم الهيموجلوبين بتاع الأم اللي هو أذر بيبقى عندها كتب البيتا أكفينيتي والبيتا يبقى عنده بيتا بيتا عشان اقول لك سؤال بداخله لكن كده بتطلب بس نص الاسئله جاوبها كده من انك ما تعرفهاش عمرك منطقي هو مين بيدي مين؟ الام الاب بتدي بيتا بيتا يبقى لازم الراجل بتاع الام يجيب الجنين يبقى ده عنده البيتا بيتا يبقى عنده البيتا بيتا ده سؤال مهم جدا في لعبه السوق فاكشن لو اب بيتا سؤال نظري مهم درس هل يجيش لكل 30 سنة واحدة وضعت الهيموجلوبين وضعت الممبرين الهيموجلوبين بيشيل اوكسجين وكربون فايت تايم الاوكسجين تاني بيحمل عليه على القرص على الحديد اللي بيقعد في صورة فرة بيقول له اوكسجينيشن اند لوك اوكسجين والكربون فايت تايم بيتشال على مين؟ على الجلوبين على الامينو اسيد بتاع الجلوبين عشان مركب اسمه ايه؟ كاربامايو كاربامايد ومحتاج انزيم اسمه كربونيك انهيدرين تاني وظيفه الهيموجلوبين اي بروتين في جسمك اشتغل كبقى اي بروتين لازم بروتين بقى هيموجلوبين بقى السيل بروتين بقى اي بروتين طب فين الويك اسيد هيموجلوبينيك اسيد طب ليه بيشتغل كاسيد لانه موجود في معظم الكلام في اتش 7 وعندهم طب فين البيت؟ هو جوه الخليه البيت المتاح قلنا بوتاسيوم يبقى هيموجلوبينيك اسيد وبوتاسيوم هيموجلوبينيك هناك قلنا بوتيريك اسيد وصوديوم بروتينات ده تو كومبوننت انما هنا هيموجلوبينيك اسيد وبوتاسيوم هيموجلوبينيك وبيجيب لك جيم تيو الهيموجلوبين في الجسم اكزيست از ويك اسيد صح الكربون في الجسم اكزيست از ويك اسيد صح اي بروتين في جسمك تكتبت هاد ويكاس واضحة ليه؟ ان البي اتش بتاعك ايه؟ انت راعي هو بقى بوتاسيوم يبقى لازم بهيب هاد هاد عشان وصلت عملت وصلت طبعا ده ايه من الظهر اللي بيحط على جيوبه من 6 تايم السيرفا بروتين 6 مرات السيرفا بروتين لانه اكثر والكواليتي عنده برانش كتير هيلثي فيهم ريزنس كتير قوي يعني احسن كفر وكيفر كوانتيتي لو كنت 7 جرام ده انا خلاص جرام كنت اكبر ده كوانتيتي مرضيه بس انت كل 6 مرات يبقى قادر غير الكوانتيتي ستارت تفكر ما فيه كواليتي يا فندم كواليتي يا فندم مش كده مش ده لازم كل اسئله كواليتي يبقى كواليتي بتاعته احسن فانكشن اوف ميموري الار بي سي ممبر يتمالك بينهم في الاهل ده سؤال شافوني انه ربنا خلق الفتاة وفين اكبر من الكاتبات هتمشي مجموعة في الكتبات هتمشي
بلاستيك عشان ما تتكسرش معايا. طبعا سألني سؤال مرة كبيرة، طب مش ربنا اللي خلق كل حاجة؟ طب احنا خلق الكفيل اللي أكبر من الأرض دي صح ولا غلط؟ يعني ليه نعمل مشكلة ونحلها؟ ما نحلهاش خالص. قد بإلهي إن ربنا خلق الأرض أكبر من الكفيل دي كده تمشي بصعوبة ولا بسهولة؟ فتبقى مطيعة يبقى في تايم يبقى كده شلت غلط. فهمت ليه ربنا على الأرض؟ عشان ده هو عشان نمشي بالقوة فيبقى تاخد وقت فيبقى في تايم فور وعشان ما تتكاش خلاها دايما. حلو؟ تاني حاجة انها الأرض جديد تايم ممكن شيء تايم ممكن شيء لأن البايو جيمشن ده يديك حاجة جميلة، يديك أكبر مساحة لأقل حاجة، لأن احنا عندنا 5 مليون كل يوم ماشيين. لأن تخيل دي نفس المساحة، صح؟ لو دي فرقتها كده مش فرقتها كده. نفس المساحة بس الحجم إيه؟ كبير، ما تقدرش تحط 5 مليون لكل اللي ماشيين في بعض. كفاية ما تربح المليون. مين أكثر خلايا عدد في الجنة؟ عدد مش أكثر. أرض جديد. تمام؟ 75% من خلايا الجنة مقتنية عددا مش أكثر. ده إزاي ربنا يقدر يحط هذا الرقم الرهيب 5 مليون كل كيلو كيلومتر عشان هي باي تكون في أكبر إيريا يعني بشكل ذات أقل حاجة. خد بالك بقى لا يدي فيها ميزة ثانية. لو شربت ميه وهي بلاستيك فقط لو مش ميه بدل ما تتفتح تاخد الشكل ده مؤقتا تبقى تغير شكلها تاني ها ده يعني لو شربت ميه بلاستيك ليه ما يكون كده؟ طبيعي المية على الخرجين مش هيروح من جوه الارض دي افرض يعني مكان يروح من ده لو اكشن عايز في الدم هيشيل اوكسجين ويشيل كربون ديكسيد ليه؟ لو سيبناها عادي فتح على الارض دي وطلع لجوه هتشيل اوكسجين يشيل كربون دايوكسيد طب ويشتغل كمان طب ليش هيجي جوه ارض جديد؟ لان لو عام من غير ارض جديد هيحصل المشاكل اللي قد ايه؟ هيتوصل في اناجيل الكليه ده هيحصل هنا الكليه عاوز تحصيلات ابو الهدف في اخر الحلقه في اخر الروعه طب اي بقص كده هتمد 100% لو عندنا الدم غلط وارض جديد فقاعد اللي ممكن يطلع بره بتموت من هي الكلية على بقول ايه اخرها يعني ايه ممكن بره يسيب تقريبا الكلية ولا بقى طب تاني حاجة هيزود الكولون اللي بتموت بريشر وبالتالي الماء بتشرب اكتر هو الدم فيزيد بلاد فوليوم يزيد مجهود القلب هيزود لوب الدم فالدم الناتج العرق يبني مجهود ايه؟ اكتر يبقى لو الامر طلع بره على الكيس العرق هيبقى اكتر كمان الدم يبقى أكثر من لومة الكلور ده بالموت بريشر هتبقى كتير لما تشد ميه كتير بحجم الدم اللي بيلقوا في القلب دي اللي موجود أكثر بس مش هتموت من هارت فيلر هتموت من رينال فيلر كل ده مش ليه لأ لأن احنا مش محتاجين نجاوب أسئلة ده كراش كورس مش مراجعة مراجعة جاوب أسئلة كل ده كله مستحيل على السؤال أصلا بس هدخل على السؤال دلوقتي النظري مهم كيميكال فانكشن أو chemical reaction to problem. Something with the best, I'm sure that. Here we are. Give me back to the data. But what do you think is happening? So my computer is going to be able to take the data, so I'm going to be able to take the data. I'm going to be able to take the data. لو قلنا بعد اتحاد الاكسجين في الحديد يقعد برضه في اي صوره بس يبقى ريديوس هيموجلوبين زيرو والاوكسي هيموجلوبين برضه الدنيا فيها اوكسيدايزنج ايجنت بتاكل الهواء الميه بيدمر جسم الطبيعي سوري فكر في عناصر عامه بيدمر الدي ان اي الاوريجينال ده تاثير الاساسي لو مش موضوع
والاكسايدنج ايجنت بيحول الهرم من فيروس الى فيريك. ده التأثير الثاني اللي هو موضوعنا. عشان كده الناس في العالم كلها بتاخد دلوقتي انتي اوكسيدنت. يدخل الصيدليه كده يقول انا عاوز اخد انتي اوكسيدنت اصنع فلوس اشتري جزر احسن انتي اوكسيدنت جزر. الثانية هي موضوعنا اللي بتحول الفيروس الى فيروس. هذا الفيروس كان نوت كاري اوبشن، يعني فقط يعرف وظيفه ايه. كان نوت كاري اوبشن. ولولو شكل الغرض. ازرق. فيسموه ميكي نوبل. عارف يعني ايه بس؟ ها؟ قلب المحاضرة، أنا بدأت على الصبر. لا يمكن كلمة ما يهمش، لأن يعني قلبه يعني فبرنج يعني بروفرام بما يعمل، فلازم مستعد. ماشي يعني بعيد عن كونه، ماشي. بعيد عن كونه مكر. ماشي يا ماما. المجرم ما بيشيلش أوبشن، يبقى ده المجرم رقاصة وخلاص. Today it causes more deaths than any other gas over the world.
وقت الغاز زمان كانوا يستخدموا الجريكس والرومان الكربون مونوكسيد عشان يحكموا المجرمين. فدي غرف الغاز استبدلت سانايد. غرف الغاز زمان في ايام الجريك والرومان كان فيها كربون مونوكسيد، تم استبداله النهارده غرف الغاز بالثاني عشان يحكموه، بالعكس اللي موتوا 10 دقايق عشان يموتوهم بس. سانايد اللي موتوا 10 دقايق. بخلص انا كده. يبقى اكتر غاز بيستعمل في الوفيات ايه دلوقتي؟ مش غاز المنتجات، كربون مونوكسيد. It is used by Greeks and Romans to execute criminals. Today, a gas chamber replacing a carbon monoxide with cyanide. نفس كلمة دي أول أمر. حبوها أول. بس إحنا كده سبورتس. يعني معناها كتير حبوش شغل الأمريكي. بعد جملة خمسة رمر. أي رمر أنت يكون من الأسد. هي ممكن يكون من الأسد. وسبورتس مع سترونج بيت. وكانت شو ما نصده؟ لأن أنا أقول خليل أرى خليل ليه طبعا ستبات مع حقتين؟ لأنه بيبالي حقتين أسوأ أسوأ فالويت يبقى بيش ألكلي والستوك ريت مع الصوت وبيع مين الأسوأ نعم تمام؟ كل البروتينات تشتغل خير ويبقى زي عشان يسمع الجسم الكائن هو يأكل كل البروتينات بروتينيك أسيد ينبلوريك أسيد وتساعد مع الستوك ريت الأبيلة من جوه الخلايا دي الأبيلة والبوتاسيوم ولو عندهم البوتاسيوم مع سلفا بروتين بروتينهم لما جينا سؤال كم كان يأكل مليون من خمسة اتكلم عن الزرق وسيلك بيقول له أوكسي ثيرابي أوكسي ثيرابي أوكسيجين في أوكسيجين وهنا الزرق تاني وقت طب ايه الحاجات عموما اللي بتقلل قابليه الهيموجلوبين الاوكسجين؟ تمام؟ مش فاهم مش فاهم مش فاهم انا مش هقرا معاك استنى بعمل له بقى انا راح اقرا معاهم هم المذر تانج بتاعتهم انجلش انا اللي بيجي بتاعي غاب انا بروح هناك اكلمهم اقرا معاهم طب طيب روحي مش انا اللي اقرا لهم بس بعدي حاجه زي كده ولا لا؟ تاني ثم نذكر هو الحقيقة. I have my wife and my son هم اثنين professors of medicine في University of Toronto. معاي. أشكرك أقول كتير هناك كأكثر من الاثنين. قلوا قالوا أعضاء مش فلان. على ما يدوم برضو جد هناك وأنا هنا هناك وهنا برضو. الكلاين. وليه ربنا خلى الـ H بتاع الكلاين؟ عشان من الـ H بتاع الكلاين. الحلو هيبقى الحاجات من الـ H بتاعت الكلاين.
فالدروع الأكتف يخلي الهوجي يسيب براكش زي في هذا النوع. إن في أكتف حرارته يحصل الله يرى أعتك إلى حرارة يحصل الله إيه فهو بيبط الحرارة ما هي جليل على أكتفك تخلي الهوجي يسيب براكش. ده في الأكتف أهم حاجة بيكسرها جلوكوز بيدي مادة اسمها باي فوسفوجلزيت دي بي سي أهم ناتج لتكسير الجلوكوز اسمه دي بي سي داي فوسفوجلزيت أو تسمى الحقيقي حسب طوابع الفوسفيت 2-3-DPG لأن الداي فوسفيت موجودة في كربون 2 وكربون 3 2-3-DPG دي أكثر مادة تخلي الهيموجلوبين يكبر والهيموجلوبين يسيبون أنا بقولها سببي حتى في الظهر الإلستريشن لما نجيلها قد إيه ده هيموجلوبين إيه أوفرايت دي بتركب فيه كمبيوتر بيحصل احتياج الأنسجة ده هو ده ليك بيتأكتف كل ما يبقى أكثر نشاطا كل ما نضرب حاجات جديدة أكثر كاربون دايكسايد لهذا الآين الذي يطلع فوق أرض الله تعالى الحرارة تكسر الوجود فهنته دي بي ربنا خلى كل واحدة ضوء مع بعض فأنا أرواح ضوء مع بعض كل واحدة على حاجة الضغارة وشكل الهوجرين خليه كل ما تأكيد يزيد أكثر وأكثر كل أربعة دول يزيدوا أكثر وأكثر شكل الهوجر المالك يتغير أكثر وأكثر يزيد أوكشن أكثر يعني بيجيب بالصف كأنه بص على الاكتيفيتي قول لي انت اكتب قد ايه النتيجه يقول انا اكتب اهو فبدي بطلع على بعض تطلعه اكتر وتيجي اكتر تطلعه اكتر تيجي لا بس ليه انا بتحفظ او بقول الحفظ اللي بيبقى في قيمه مش ده بطول انا بقى يعني بس انا في دقيقه يفهم ده ايه المسيح الأكتب بيعمل أربع حاجات، هي أربع حاجات دلائل على النشاط. الأكتب بيطلع سيوتون، بيطلع هيدروكاين، يسخن وحرارة دي، بيكسر الكود اللي هو أكتب يستخدمه، فهمتوا فين؟ غداوة شكل يهم من الخليج يجمعوا أوبشن. ده سؤال يكتبوا هاي المحطوط عليهم ده يهو. لايف سبان وأرض كيس ده شغل مهم. الأرض كيس عمرها 120 يوم. بنحاول جيدا وفان تجاوب جيدا تجاوبنا عشان تأتي بيقوم فلما تتحاولي جيدا الأفريد بتاعتك للأوبشن يحصل لها ايه؟ جهاز فتسيب الانتيك لأنه هو ضم معنا وانا لو تهيك ليه جوه ليه؟ بس لما نيجي بالسباريش يعني ايه التحول الانبيتا؟ ايه فرق الانبيتا في ضم؟ بس في أوانيها في أوانيها كله في أوانيها لايف سبان عمر الارض كتير 120 يوم بلس اور ماينس 7 دايز مش كبيره زي ده احنا كان عندنا انسان اللي اعلى من خبره اليوم ما وقفت دور الانسان مثلا عندنا فين؟ اكبر متوسط عمر الانسان موجود فين؟ فخر بتاع مثلا ايسلاند شمال انجلترا يليها اليابان يليها كندا انا فاكر كندا بسبب الوقت كتير البيبي الميلي اللي بيتولد عنده من طواف مش اقصى عمر 80 سنة لو بيه والفيبين ربنا يديكوا الصحة 5 سنة ده ثالث متوسط عمر اكتر منهم اليابان شوية اكتر منهم الايسلاند اللي هي شمال انجلترا اللي حصل عندنا البركين اللي جابوا على الثراء متوسط بس مات قبل ان يولد مرة خلص الدولي كان عامل حفلة وكان عندنا وبعد عاد أجل الجيش قال بطف وضع الضفه كان ما عندنا ايش تستفيد الحفلة ده لفوت قلت له عرفش قلت انا ما عرفش ناحية مين قوي ده واحده حاجة تانية قلت له عذر يبقى كان الاول ده بقى هو المنصر طيب يبقى هو عمره 60 يوم 120 يوم بعدين بقى في واحد من اعظم عمليات الري سايكلينج في الجسم ان تتقف من الارض كتير في الجسم يقول لك هيمو جلوبين يبقى نتقف كده جلوبين ناخد الاي وقت بتاع في الرئيس على الارض كتير وهيم ناخد الحديد بتاعه فانا في رئيس استخدامه كان يحسن قطة مصر الحديد بتاع ارض حتى ايه لوح الحضارة في الاسم وليه بعد
الدوبامين بقى دي بتتحول الى اضغاث صفراويه تنزل في الستون. خد بالك ده بقى بني، هو ده السبب اللون البني المألوف بتاع الستون. ده سؤال كان بقى الناس بتسأله، يقول لك بتاكل خيار اخضر رغم اصفر طماطم حمراء، الستون لونه ايه؟ بني. ايه البني ده؟ ده الوان بيلبس حاجه تاني، ده نهايات العظيم اللي هي ما نقدرش نعملها ايه طيب. يعني حاجة كل مرة وانت بتبقاش تستغرب عامل بتاكل كلمة كبيرة قلبي يوم وجبل خلاص قلبي اللاجر جبل خلاص يبقى يقول لهم ايه نهايات الامر دي التي قضى الله في امرها او انتهى امرها. ده كله بتاكل تاكل تذاكر تذاكر طبعاً. فالسقوط الكثير ده بيأتي بالروبن يعني البايل الأصفر. هي روبن مش معناها أصفر. روبن يعني ده. روبن هود. أكيد روبن هود. سهل ذلك. معظم الزهد أصفر. فالبايل روبن يعني البايل الثاني. بس إنه بيتركز فبيبقى لونه. عشان يجي لك إسهال اللي بيبقى لونه أصفر. ضحكت كده. الار بي تعمل بليبر بالسبيد اللي مفيش لسه موت ليبر سبيد ده اول ما تقولك بتعمل الار بي تي في كل البوتس اول البوتس لما تسلق فتوقف دموك مش محتاج كل المصانع دي ما كنت تسلقه محتاج كل المصانع كل البوتس بتاع الار بي تي توقف دموك ده بينقل بعض المصانع ده لوك دموك وتقول فين ترانسبورتس لو ما بنتكلم كارت ليك بنتكلم كارت ليه بيجي كارو فين وليك مين ده يعني انت دلوقتي بتعمل في لوك مود ولا ميمبرين سبورت ترانسبورت ميمبرين سبورت الاسكارت ريس تيرنا تبتدي احنا هنا بتحفظ الميمبرين وفي ايراد لو الفاحي في قبل الفاحي ليه ربنا قفل اللوك مود طب انا ماليش في الميمبر سبورت خلينا نكمل في الميمبر مش في اللوك لان اللوك يقعد يفقد دراع هو ايه؟ يبقى موته خلاص بيقعد طبع ايدي وكمان مفيش ارض كتير لكن مفيش واحد هيفقد السكان او الفرنك او الاطراف ماشي مفيش كده بعد كده ربنا الحاجه التي يمكن ان تبقى دور الارقام الميمبر سبورت تبقى في ده ايه مش كاتب جميل حتى لوك بوك فيها اكسبشن ما على الهيدو ده يوم راسه الهيدو ده فيه لان بقى من الاقع تيجي كده 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 تيجي هيدو بقول صح بس طب طبق في النمر الفوز ودعوت حاجه جت على الكتاب بعد الهيدو اللي راسه الهيدو ده فيه دون ينسي ان انا راح اخبر قال ده سواء الشابو ما تقول فيه بكاوران نتيجت لوك على الشابو وانتو على الشابو فاكل افكتين جريتلو كويتس نظري مهم واستعلم ده تاني سؤال مهم وسهل، ده أول واحد زي البحث، بروتين، ثاني واحد باكل بريفكتين جريتو كويس. وأخطأت حلوة بقى الفكر. إن أكثر ما يؤثر في الأعضاء هي وظيفة الوزن. أقول حلوة يعني قاعدة جميلة أهم حاجة تتأثر في العضو هو غيره. يوزت ويوزت. ما بيلعبش مع الرياضة العضلات تكبر. بيلعب تكبر. في الويت ستيشن وواخد فضاء عالي أكبر من كده الموت بيضعف يبطل الميرور عشان كده يحط يعملوا رياضة عشان لما يرجعوا العضلات ما تتهشاش. يوزت ويوزت. أهم حاجة تؤثر في العضو هو غيره. عضوكش كتير من الار بي سي عضوكش قليل تقلل الار بي سي يبقى اهم حاجه تؤثر في الار بي سي هي اكسجين طبعا قاعده رائعه ما ينفعش يقول حاجه قبل الاكسجين هو وظيفه اكسجين يبقى ده اللي يحددها هو الاكسجين
نقص الاوبشن هيكون كام؟ ده اهم حاجه. هيكون يعني نقص الاوبشن، هيكون يعني قليل الاوبشن يعني اوبشن، هيكون نقص الاوبشن، ده اهم حاجه كده الاوبشن. استميت اللي اسمه كويتو دي عمليه تكوين ارض جديده عن طريق هرمون اسمه الكترو كواليتي. اشهر سؤال بيجي لك هنا في الانبوكس اللي هو هاي اتيتيود. الناس اللي في الهاي اتيتيود عندها هارد ستاب الباك في البوكيم عندها عليا دي هاي اتيتيود ريسو كوتين. هل ده بيتجاوز تكوين قوام الدم الحمراء والبيضاء والصفائح ولا الحمراء بس؟ عن فهم ولا عن حس؟ عن حس لكن عن فهم ايه اسمه ايه؟ ريسو انا بتاع احمر بتاع احمر فما تبقاش احمر من كده تعود تمرش. ده سؤال اجابه هو 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 لو كان بيجاوز كل القرارات الدافئه كان يسموه هيموفوريز. ده هو ده احمر ده ينفع على احمر. قال انا كان اسمه بوتي انا بتاع الاحمر. اي اجابه ثانيه؟ فما في احمر من كده فاهم؟ ده سؤال المسكيو طبعا يقول لك الامتحان الجديد كل اللي يحتاج يتاكد من ساعتين واحنا هنا مش عارف من ده هي ارض الجبال ارجع لفين؟ هنتكلم على هذا الريبريتين في اربع نقاط كتب لك حتى فور بوينت اوعى بالنظر ليك فور بوينت انا جايب لك عشان انت يقول لك فيه حاجه اسمها في السيكولوجي الفيزي هديكوا سيكولوجي في الناس اللي هتلاقيها في عمر الوقتين اسمها المنتال يعني لو انت مهيئ ان مره واحده تفتكرهم اكثر اسهل من لو قلتهم وقلتهم مع بعض اخر. طب انت قلت هي هتكلم عليها في كام نقطه؟ بيسموها اعداد كيمي ايوه دي المنتال سيت. فاول حاجه الايزوبيتين تركيبه انا مش فاكر بس يعني بفكر. الايزوبيتين يعني جاي واي ام يبقى ايه ده؟ بروتين اللي كلمه بروتين ده جاي واي ام يبقى ده 100% بروتين. كده اخدت نص نجم. بس هو بروتين راكب فيه شويه كربوهيدرات يبقى جلايكو بروتين كده اخدت نمره كامله هو جلايكو بروتين. ممكن اقول 35 الف هاف لايف خمس ساعات يعني ايه هاف لايف؟ يعني انزل تركيز لو اديتك حقنه ريتروبيوتين هينزل النص في خمس ساعات ده الهاف لايف. سورسز بالبيتا كانت بليبا في الماكروفيج اللي هي الكوبر سيلز. انا بنتكلم عن الماكروفيج انا ايه كوبر؟ عايز اقول لك ده اسم عارف الباقي هو مش قال هي كوبر يعني خلايا نحاسيه يعني انت هتسمع كوبر من كبر كبر كوبر وما يجي تكون كبر كوبر يعني خلايا نحاسيه ماكروفيج ماكروفيج بتعمل في العدد لا الكيدني 85% من الريتم كيد و 15% بس من الليفر. عشان كده مع عيال يجي له فشل كده وفي مصر عندي مشاكل كتير دي واحده من مشاكلي نرجيها ليه؟ عشان ما عنديش ريترو بوتي. فجميع عيالين الانيميا في مصر لازم يدوا لهم ريترو بوتي عشان كل النهار اللي هم في الكلام بتاعتهم بايظه بيكسروا مش عايز انت في بسوء احنا عارفين هيحصلوا مشكله تاني بيحكوا عليهم. كل عيني فشل الكلام في مصر لازم بياخدوا ريترو وسؤال يقول لك نوع العيني اللي عندهم نقطه تيجي بامبو بوينت الار بي سي حجما طبيعيا بس عددها قليل نقطه في الحجم هو تيجي تحتوى على نقطه النوم بس عددهم ايه؟ قليل. نوع الانيميا بتاع الفشل الكلوي نورموسيتيك نورموكار وتعالج بريترو كل عينين يجيبوا عندنا في الساعه انت تحت الصيدليه سريعه سعيدة بيك وعلي وعلي في على طول هيحصل روزفلت عايشين واحد يقول لك فشل كلوي يقول لي شو عمره هو فشل كلوي ميكانيزم نقطة ثانية ميكانيزم تشتغل ازاي؟ عند الكرة يقول لك تروح يتصلح والتاني
يشوفه، وفي واحد بقى يتطلع ويشوفه، هيطلع لنفسه ويشوف هو ده الانتروجين. بص بيدور النمبر يعني عدد الخلايا اللي حسبها الانتروجين، يعني اول تطلع دور عدد الخلايا الحمراء اللي هي ستيميليشن بيز الانتروجين، وبعدين عمل لهم ستيميليشن عشان يحاول يقرا الجين. فالاول يدور النمبر والانتروجين تاني في الستيم سيل، فهو من الاخر الاول بيتعمل الستيم سيل. انت عارف فرق الجين مش بالعربي، ده هم من الشمال يا حبيبي، فاي كلمه بتلاقيها طويله مش فاهمها هو بالعربي. خليك بتاعت اليمين ستيم سيل، ستيم سيل الهيدرو بروتين، هو بيدور عدد الستيم سيل اللي حساسه ليه، وبعد كده يعمل لهم ستيميليشن يحولهم لارجين، يبقى بيطلعوا ايه؟ ويشوف. طيب في ايه الحاجات اللي تطلع الانتروجين؟ هايبوكس دوما اشياء اخرى، كل حاجه عملها بطريقه حفظ. ايه بي سي؟ ايه بي سي؟ ايه؟ اندرين هرمون الذكري، اظن ده بيفسر ليه الرجال عندهم عامل اكتر من الستات، عشان اندرين هرمون الذكري بيزود الار بيتا ادرينرجيك ستيمولانت بتساوي كل الهرمونات. ممكن تضربي في حته ثانيه البي بي بيشتري الكولوستات حتى يهاجم على الناس اللي موخرها عليه. اقول لك انا حضرت بعد ما يوصل يقول لك الدكتور رجع عشان البي بي بيتا يعني بي بي بيتا تعتمد الاكتيشن، بيتا اللي بتبته بتاعت الادرينالين تعمل الاكتيشن، ما عدا ثلاث حاجات تعملهم ستيميشن. كل واحد سؤال يجيبه كده حسب كده بالتراب الهرمون هيكتشف فيه هرمون بيزيد البيتا ريسبتورز والميتابوليزم، مش بس كده كان بيعمل جلايكوجينوليسيس جلايكوليسيس عشان يجيب جلوكوز، كل ده مش بس كده لحمقه بي طيب هو بقى الرئيس الاني لسه في حاجات تانية في ايه؟ الالكالوز وايه الادينوسين؟ ايوه ايه؟ اللي هي السيلولاي ايه؟ قلت لك اهم حاجه بتتعكس بقى ايه؟ هو ايه؟ وظيفته لو مفيش اوكسجين او وظيفه ثانيه لازم ازود عدد البروتين. ايه اهم حاجه تطلع البروتين؟ هايبوكس ثم هايبوكس ثم هايبوكس، واحسن مثال هاي امبليتيود يبقى في نقطه او الهيفرج مفيش او ريسيت لازم اعوضها خلاص. هايبوكس ده جاي تو اذر ستيمولاي اللي هو كلام شحاتين بس، يعني اوعى تبتدي بيهم اي بي سي ايه؟ اندرين الكالوزيس اند ادينوزين خلاص كلها في عقلية. كل الاندرين بيفصل ايه الرجال عندهم مرض ستاتر ستات. طب ايه الاسكيروز؟ لو واحد عنده اسكيروز يبقى عاوز يزود التوريد عشان التوريد ما بيتطلعش يعني عادي ايه؟ الاسكيروز عشان يزود التوريد لازم يزود الاوكسجين. يعني احنا كل حاجه في الجسم بتحرقها لوكس روعه. يعني لو كنت اخلى لما انا يجي ورا الاسكيروز وتتقلص كتير ففي اوكسجين كتير وتوريد كتير تطلع عادي تعادل الاسكيروز. مش دي الجمله اللي عملتها الاجيال؟ الله المزاري والطبيب ياخذ الاجر. يعني ربنا خلى كل حاجه في هو بيحلها واحنا بس ناخد الاجر. الله المزاري والطبيب ياخذ. سبحان الله ده يزوي النار خلق خالص، انا مش عشوائيه حتى النار ده ليه الاسكيروز؟ ربنا عاوز يخففني من الاسكيروز. طب انا عاوز التوريد اللي طبعا عادي انا كنت بقول ان ده مفيش اوبشن هتزود الار ادرينالين. عاوز تفهمها ادرينالين معناه ايه؟ معناه ان الادرينالين دايت ستيت كسر واحد ادرينالين بيكون فين الادرينالين دايت ستيت ده عشان ارجعه تاني من كيلو طاقه الادرينالين عاوز ارجعه الادرينالين دايت ستيت بيكون فين؟ في المايت كومبري اللي هو الانزيم اللي فيها ايه؟ اوكسيدات اللي بيبقى عاوز اوكسيد. فوجود ادرينالين معناه ان مفيش ادرينالين دايت ستيت، معناه ان مفيش اوكسيد في المايت كومبري. هنزود البروتين. هنا احنا مش جايين
هو بيحتوى الحاجات دي على عبد الله ربه وعلى المنطقة ايه ريت ايه وطبعا برحانة وليه الفاك اللي انا بشرحها ليه على عبد الله واحد مين كتابة كده وكتابة ايه ايه دي كل حاجة لها تفسير بعد لما اتكلمنا عن التركيب على الله تاني بسرعة تركيب ومن غير ما تبص تعالى تذاكر اللي انتم بيو تي تركيبه ايه ولا بيو مش فاضي يا فندم انما هو بلايكو تي ويطلع منين وانت جميل بريوك النهارده عندك بيطلع منين كيتي روما كيتي روما كيتي روما روما كذا ده بيشتغل يحطوه قصاد الاول يدور عدد اللي انتم بيجيين تنسل تنسل الشيء مش شيء يذكر طبعا انا لما يدوك نفس الشعر عن طريق الاكتر ايه في هرموس يبقى قبل ما انت اجيب الهرموس اقسمها هي سبيسيفيك ونون سبيسيفيك يعملوا الشغل غير الار بي سي اللي هو تريترو وتي لسه ايه ولا بيساوي كروس ده من بيطا والسبيسيفيك كمان خد الاسلوب ولا احفظ عشان اسمه ايه؟ اسمه يعني ما سبيسيفيك يعني يعملوا حاجات كتيرة من ضمنهم مش هيطلعوا بس لسه قايلين مش امر الانجليزم بيعمل لك راجل فوق البيع يجوز اه بيستنى بيجوز الريتم السين وكان الثيرويد هرمون بتعمل حاجات كتيرة وزي ما تقول بسيط والكورتيزون جلوكوز كويس بتعمل الحكاية دي يبقى خدنا هيبوكسيا مع هرمون شوف بقى انا بقى ايه بعلمك طريقة حاضر حاضرنا دي زي ودي زي مع بعض طيب ناخد بعد كده ثلاثة أربعة مع بعض يعني هتاكل على الطريقة إذا النوتة دي مش مكتوبة أي حاجة ده بتقول لك إزاي تحفظ واحد مع اثنين طب ثلاثة مع أربعة المصنع مع مورد المواد الخام المصنع هيلثي بوم هيلثي بوم طب بقى كده ازاي ممكن ممكن ما إذا نتيور تعرف نتيور الخبيثة اللي كان بتسمع في الكوم كل أمام كل اللي عليها تعملها نوم الأمينة اللي بيقعوا يسمع بلاستيك أمينة دي مش كلمة واحدة في المدينة بلاستيك يعني تخطير ها بلاستيك ها تخطير ها فالفضل المصنع تبي كان بريمة كذا بعربيات ده مصنع الديور هو موارد المواد الخام تبي مواد خام ده الصراحة مؤشر قولك ما علاقة دي بطل بتكوين الأرض قولك طريقة ثانية يصنع شيئين ويخزن شيئين يصنع الجلوبين بتاعين جلوب اللي معظم البروتينات بتعمل في الجلوب وانا في أرض مشهور الدم البروتين اسمه جلوبيولين بتاع الجلوبين مش جلوبيولين اسمه جلوبين في ذلك كلمة هناك Algemin Globulin Vibration Prophet ده بقى هنا بتاع Hemoglobin مفهول Globulin اسمه Globulin ده ما قلتهاش نفس
كده ما تاخدش بالك من الحاجه دي مصلحه. ده بيصنع الجلوبين وبيصنع الاريثروبروتين كلها مش كده؟ صنع اثنين دول جلوبين والاريثروبروتين 15% لان 85 فيش كده. طب ويخزن الشيئين اللي هم اهم حاجتين تكوين ار بي سي الفيتوين والار خلاص. عشان كده كان لون احمر كل حاجه فيها حديد لونها احمر عشان كده اوكسيد لون احمر. والاهلي حديد الاهلي مش فاهمش شعار الاهلي يقول لك الاهلي حديد دوله ايه؟ صح كل حاجه فيها حديد لونها ده سؤال مش هيسالهولك. اكبر مخزن الحديد هو ايه؟ هيسالك بطريقه غير مباشره هو ليه يبقى لون احمر؟ تقول له عشان فيه حديد رجل شمس وتقول له مؤذي تفاهم بقى. طب نيجي صار بدع قوي ان الطارق بعد ما يمسك الاربعه دول يبدا اهم حاجه اللي انا بعملها. ليه بقول اهم حاجه؟ لانه وقت الشارع ما يعرفش غيرها. يعني قبل كده يقول لك انت وشك اصفر انت ما تاكلش. يعني هو ما فيش في دماغه لون احمر عارف يديك ايه من ايه؟ الطالب الطفل عنده هبل غريب يكتب الاربعه دول لسه ضايع اللي هو عمره يشتغل ما يعرفش غيرها. هو لما بيلاقي عندك انيميا وشك شاعر ما بيقولكش هو دي مرضاني هو يكون مرضيش حد هو مفيش اسمه بيجي بيقول لك وشك اسمر ليه؟ انت ما بتاكلش كويس يبقى ضايع. فعيد تنسى ده برضه واحد التنظيم اثنين واثنين اهم حاجه هو الارض الجديد دي جلوبال خلاص. يبقى اللي ادتك اهم حاجتين عملهم في الاخر هي يعني ايه؟ اللي هو حليب يبقى انت تاكل حليب في الفرق فوق عشان هو اللي يمتص ما تمتصش فرق. طبعا لو خدت فرق هتحوله لفرق تمتصه بس اسهل يا اخي يريح المعده خد فرق على طول. يبقى يفضل ناخد ايه؟ فرق. مش كده انت دكتور شاطر وقعد في الحاله وبالك راجل بتاع دعايه يقول لك الشركه مطلعه حليب. السؤال واحد اساله له الحليب اللي انتوا مطلعينه فرق ولا فرق؟ لو فين اقول له لا شاب هيتبص هيتحول لفرق بس ليه احط خطوه زياده؟ يمكن مفيش المواد بتاع الخطوه دي في الجهه فرق. طب البروتين بيتبقى ايه من الباقي؟ يبقى لازم تاكل بروتين ذو قيمه غذائيه عاليه وفاير بيولوجيكال فاليو. انا فاهم لكم يعني ايه وفاير بيولوجيكال فاليو على الفاليو؟ يعني يحتوي كل الاسينشال امينو اند يكون بروبورشن. بس ده كلام كويس ماليش دعوه بيها. وبعدين حتى الناس دلوقتي بتباع نص جوزها في الاراضي في امريكا تدخل الصيدليه ومش عيانه ولا حاجه. عشان الفيتامين سيرمينرال سيرت عادي مش ده فيتامينات حتى الناس كده. انا كنت بتكلم بس ما كانش اشتريها انا مش عيان شويه فيتامينات شويه معادي. اللي هو الناس دول الناس دي فاهمه ان ده مهم تكوين الار في الجين مش حاسس في الناس شويه معادي. فيتامين درينينج بي 12 فيتامين دول اهم اثنين وفيتامين سي اقل شويه في الاهميه. ومعادن زي الكفر كفر والكوبالت. ده جاي السؤال مذاكره فن التخطيط فن الثاني. انت قريت السؤال ده لما تيجي تراجع الميت ايتمز. اصل انت بتيجي الميت ايتمز هتفتكر شويه تفصيلات لكن لو ضاع العنوان ضاع الايتم ده كمان. فقول ايه؟ المهم العمل ار بي سيز الاستروبروتين في هايبوكس عن طريق الاستروبروتين هرمون يبقى تاني ايتم هرمون سكرونسيا. وهل مصنع تومر ومواد الايمان الخام مواد الايمان الخام ليفر وعلم الفحش الفطايل يبقى كان عامل دي طريق مذاكره مذاكره بقى التفاصيل ده من غير هو ده التفاصيل. بقول اهم حاجه تحدد اي عضو وظيفته وصفه اوكي هايبوكس عن طريق ايه؟ الاستروبروتين يبقى تاني ايتم هرمونز ثم المصنع بومبارو نور الجوان الخارج كل ما بيفضل شيئين ما يخزنش امامه ثم ضاعت هي وجلوبي ادي اثنين في حديد بفرق جلوبي في وهيدروليك الباقي وبيشوف بعد كده الوايت هاوس تمام. ناخد بقى الوايت هاوس طلب الرمر الثاني بص معايا اول كم شرط صغيره كده بسيطه اه بتجيب تاني كتير يا شباب
بعدين عشان تكمل دائما هون ده المقطع يرجع طلعتي هل عرفتي كده كده تعقد يخرج ولا تقاتل في خلال واحد يبقى لازم نعمل ايه دي مشكلة وعن ذلك يا المستمع أقوى تذكر منه لا خالص المستمع أقوى في التذكر من المصدر عشان كده قدم الآيات الكريمة المستمع المصدر يعني أنا أجيب أغنية في الرابعة بتاعة تحفظها يا واد تمام تمام تسمعها لا بسرعة بلغة فأنا بعتمد على دي الحقيقة لأن يكون هناك جي مفيش عدد غير لو في جي ان ايه خلاص انا بقيت العمر اي جي مفيش تقول لك انا احتاج الى جي ان ايه وتكوين الجي ان ايه احتاج تو ايضا من سجلنا تو بي 12 اند 12 اند لان في حته في جي ان ايه مهمه كده اسمها بلوك في جي ان ايه يعني حاجة مهمة من الأحجار دي اسمه سايمتين فوسفيت تريفوسفيت لو ده في الدي ان ايه يحتاج يجيبه من هوليك اسيد يبقى لو في بيتون من هوليك اسيد اقدر اعمل دي ان ايه اقدر اعمل دي بيتا طب تعالى اخد بالعكس بقى يبقى لو في بيتون او هوليك اسيد ففي دي ان ايه مش يحصل دي بيتا يبقى كل اللي يحصل يحصل الخطوة واحدة بس ان الخط للنيوكليس الخلية وتنزل في شكل خلايا كبيرة من غير دي اسمها ميجا كبيرة ميجالو بلاك خلية مخلقة كبيرة بلاك يعني مخلقة تنزل يبقى يسموها ميجالو فايت الأنيميا الناتجة من نقص في تولي وفوري أسل بيسموها ميجالو بلاك في الأنيميا وما بيسموهاش ميجالو سيتين ليه؟ ها؟ لا إجابة صعبة تاني لو ما فيش في دول يهوري أسد مش عارف أكون دي إن إيه الخلايا مش هيحصلها دي مش هتفضل كبيرة بس بطل اليونس في المباراة وبيت الجماعية كبيرة دي اسمها ميجالو بلاس دي اسمها ميجالو سايت ليه كانوا عليهم يا نقص في دول يهوري أسد ميجالو بلاستيك النقص ميجالو سيت ما احنا مش بنسميها ميجالو سيت كيف نشخص هذا النوع الانيميا؟ حسنا تفكيك يعني احنا بياخدوها من الاستيرما من بوم مارو عشان يشخصوا هذا النوع الانيميا فاذا هم بيشوفوا تحت الميكروسكوب انهي خلية خدوا العينة من البول يبقى شافوا انهي خلية فقال البطاقة عشان كده سمية بيجالو بلاستيك انيميا هذه اجابة صحيحة صح؟ بيجالو بلاستيك اذا تميز ان الخلايا ماكروسيميك اكبر حجما ماكروسيتيك تبقى اوبن فريجولار شيب عددها قليل وعمرها قصير دول اهم كلمتين في الاخر نيجي نقول انا عنده ايه حتى الكوره اكبر في الكوره الطبيعيه ان عددهم قليل وعمرهم قصير ده اللي جاب الماتش يبقى اللي جاب بلاستيك انيميا او يسموها ماكروسيتيك انيميا سببها نقص البي 12 والكوريك ده اللي بقى على البي 12 دي أربع أسماء سيانو كوبالامين أو ماتوريشن فاكتور لأنه مهم للماتوريشن أو هارمستين سيانو عشان فيه كوبالامين وبعدين اكسبرينس فاكتور اللي بتاخده من بره بتاخده من بره ومحتاج حاجة من جوه اسمها اكسبرينس فاكتور لو ايه كنت بقى ده شوية كده على كل قصة بسيطة أحكي قصة في دول بي 12 هو طعام الأغنياء بنحن مرة اسمه إكسبرينس تاكس موجود في اللحوم بس حتى البوتري والجور طبعا كل أنواع اللحوم لحوم جور
بس مش جبهات، عشان كده سميته معاصي ايه جبهات بيكر. هذا الفرنسي فاكتور عشان نقدر نستفيد فيه لازم يتحد مع حاجة من جوه اسمها الفرنسي فاكتور، بتطلع من الجاز فريد الكل هذي اول شيء، يعني معنى ترتيبه جلايكو بروتين بتالي ايه وظيفته ايه؟ تعالوا اقول لك وظيفته ايه؟ بيمسكه ويمسكه، حلو؟ رفاينز اند ديكس، يمسكه ويمشي بيه كده لحد ما يوصله للريسبتور في اللور ايريا، في اخر حته في الايريا. يبقى ادي اهو البيتويد وماسك في البروتين اللي هو جلايكو بروتين. لو ما عملش كده يتهدر. ولا طريقه طفوليه، كل شويه طفوليه في البيت. فهمت فاكر ده عامل ارتاح كام مره؟ وعاوز يدخل في حوائط القاهره. طبعا هيتفضوه. عايز يقول لك الجريمه اللي فاتت. فيتجوز المسرحيه بتاعت فؤاد مهندس. فاضيش. اما مفروض. وهتقول لي اساء كام مره هيدخل في حوائط. لازم يبقى معاه واحد يد بلد. يكون جاي يعني. صح؟ هو المرش يعني احسن يعني يهضموه. فلو الاكسبرس كانت ده روح من الفتره مين اللي هيمسكه ابن بلد من جوه؟ هو مين؟ الاكسبرس اللي هو جاي وجاب ابن جوز. لا تقول لي تعالى انت معايا. انا عارف صراحه انت بعيد قوي قوي اخر الاسبوع اللي فات مش كيميا حتى اللي هو كيميا. لا خدوش كده عشان يمنع حظه. اهو جاي يسيبه يدخل منه. ده كده كبار قوي. فايتامين كان ليه بروتين مش هنعرف نمطنط. لو عندنا فانكرياتي كريبتين يكسر حته من البروتين كده عشان نعرف ناخد حته من العصب، يبقى محتاجين اللي هو ايه؟ محتاجين فانكرياتي ايه؟ فانكرياتي عشان يكسر حته من البنت بس. طب بروتين هيدخل جوه الخليه خدناها في الانتروكشن عمليه اسمها ايه؟ بروتينات بتدخل الخليه عمليه اسمها فينو فانتوز تخرج من ايه؟ لكن ده هيدخل جوه خلايا الانتستين. يبقى محتاجين بكتيريا تريسر وهيدخل عمليه اسمها فينو. وبعدين يروح يختتم بال ديما. عايز يصدق في الكويت تاني يبقى خدناه من بره سموه ايه؟ سيلفي فان. طيب اشترط كده جنب بره عشان ما ايه؟ ما يبهدلوش. عاوز واحد يجي بالك من جوه اسمه ايه؟ طالع ايه؟ في الجسد اللي كل ده تركيبه جلايكوبروتين بيبريفنت الدايجيشن والى الفلو ويمسكه ويمسكه لين فايند اند لينك انتو سبيشن ريسبتور اللي هو يلا ادخل من هنا. بس في كتير قوي مش هينفع كده تلاقي واحد يوحش حته من البروتين. مين ده؟ فانكرياتي ستريس. ما لو فانكرياتي مفيش ستريس ما نعرفش نبص يدخل عمليه اسمها فيو ويختلف في الفيروس. فتعالوا بقى نشوف في الواقع نفسه 40 اشواط دي اهم اربع اسباب لنقص بي 12. واحد نقص بي 12 يعني واحد ما ياكلش ايه؟ لحم. ده كلام مش مظبوط. ما بقولش. شوف عظمة ربنا. وبرغم ان في طول الطعام الاغنياء لانه موجود في اللحوم والطيور والفضل والميت والسمك يعني لكنه لن يعود الى الفقراء. ليه؟ فالحته دي جميله قوي. حتى الاعداد تقول لك فرقت في كده. انت احتياجك اليومي من البي 12 خمسه مايكرو جرام. الليفر بتختزن خمسه ملي جرام. اللي جاب ازمه وكان قرر قال له صح. يعني عندك تمرين بيه كل بطريقه الكتروني بتفريك قلب ليه بتفريك كده. قول لي بقى ليه الفقير اللي قعد قلب ليه وليله ثلاث سنين ما لقش لحمه؟ ده ثلاثه رمضان وقعد الرحمن وست اعياد. طب رغم انه طعام الاغنياء لكن عظمه الايذاء لم يعود الفقراء. فقراء عمرهم ما هيقف
عندهم اللي موجود في اللحمه بس. فهمت الاجابه؟ لان احتياجك اليومي كام؟ 5 مايكرو جرام المختلف بالكامل 5 مللي يا جماعه دي تكفي الفيليه. فاذا هيتعب في السبب دي لو انا استريكت البدايه على بالي كل حضره نبات ومش نباتي اللي هو نص نص استريكت نباتي نباتي حارب على اللحم مش هخليكوه. يبقى السبب الاولاني ما اقولش انا ما اقولش في الوزن العام اقول لازم ابقى استريكت استريكت بدايه. طب تاني سبب اللي مفيش المرض بيفرق على الستومك اشهر مرض في الستومك واحد مثلا شايل الستومك جاستريك جاله كانسر كانوا ماتوا لكن في ناس اشهر بيجي في الستات اكثر سن 35 عين خلقي فيها يحصل فجاه اتروفي في الجلد في الجلد ضمور في الجلد في الجلد ما طلعش في الستات في سن 35 تديلهم نوع من الانيميا يسموها بريميشن سكرينيا يعني بريميشن خبيث دي خبيث لان الاجاري البي 12 مش مهم بس الار بي سي ده مهم كمان السنتر النيرفي والمخاع الشوكي فلو ماشي البي 12 الموضوع مش هيبقى ليه بس ويحصل خلل في وظيفه المخاع الشوكي بشكل فعشان كده انيميا معاها الشمل بنسموها انيميا خبيث بمعنى اسمه ايه بقى؟ الشمس خبيث يصيب ما يتعبش منتج كان اشطر في البيت كان في معناش ان عندي مستحب ولا عشان نص سنين اللي انتشر. ده السبب مرض فين؟ يبقى نعلمكم ازاي لو بنحفظ فاهمين القصه مش دايما شنو وراها مرض فين انا اللي هو ايه مرض اللي هو ايه لكن انا محتاج ايه عند اللي هو ايه مهم جدا عشان اعرف ادخل بكتيريا دي بس انا عندي بكتيريا كويس مفيش ريسك برضه مش هعرف اطلع. رابع سبب في مرض في كان سبب لنقص دي كويس اربعه اتكلمت بخصه جميله وسري خدتها اصوات القصه اربعه خدنا اكسبريس اجيب من جوه سيمباتيك الانبساط باللوحية والاختزان في الجيبه امشي ورا القصه تجيب الاسباب انما لو اقعد صغير ترسم صغير مش حاجه انت سمعت القصه بره بعينها بعد سنه مفهوم وفهمت وعامل كده ولكن لن يعوزه دون السين ايه؟ محتاج كم؟ 5 مايكرو جرام ودي فيها كم؟ تكفيك لازم تكفيك لو ايه ده؟ يبقى لازم عشان يقف في الاكسبرنتنج يبقى ايه؟ قول كلام صح مش اي عبط يقف في الاكسبرنتنج هل مش عارف اي بلاد؟ تبقى سيك يشتري نقط الاكسبرنت ولا نقط ايه؟ استوبك واحد ساعات استوبك او ترجيك بس يعني او نقط ايه؟ بس في حاجه ثانيه في الوقت ده فكان بس مش موجود او من دي بالسبريبا نيجي بقى كرونيك اسيد هبتدي اسبوعين تعالى الفقراء كرونيك كرونيك اسيد ده الاسبان حلو حتى عشان ما تنسبقش ده موجود فين ده بقى؟ في نباتات في الاسبان فده اسود دول تخيل بس بتاع الناس ايه الاصل ده؟ اقول لك ايه الاصل هو في النباتات بس بيغوص في الطحن بالهيتنج الطحن طحن فيه اي الطحن فاذا ايه الدول اللي بتاكل وتاكل وتاكل فود كل مره بقى ماكدونالدز وما شابه حتى لو تروح وحته سلطه في ساندوتش يبقى شغل البتاع تحتيه قوي صح لا خالص انا جيت انا بس اقول كل كده لا اكل صلاه ولا كده طول النهار عمال انت لو شايف كده سخنه ما يبقى انت ايه اقول كده لو انا باكل كيكه كيكه مصر مش ده بقول فلوس المفروض اكلهم حاجات طازجه او بالضبط في الانتاج يبقى دي بيجي سبيس فور انتاج او يبقى ثلاثه دي اربع جبر مين ده؟ عايز ايه؟ بريجنسي ستيت بتكون بيبي خليها واحده لو مش كده تنقط 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 لحد ما تيجي بيبي ديفيجن 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 بتستهلك الجين ايه الجين ايه الجين ايه بقى الجين ايه الار بي سي لان
في موفي جميلة نستهل في الديني كل شوية أسد راح لبيبي ما راحش ليه؟ قالوا بشيبي فهي عارف تتاحل الوقت الفوصلات الوقت احنا استطاب بالخامس استطاب بها القطر فاحنا ندي دواء أنتي فوليك ضد الفوليك أسد نحن من الكانسر من الفوليك أسد اللي الدواء ضد الفوليك أسد فبقيت ما عرفش عن قاتل بس كفايه الفيك لا كانسر هنقاتل هذا قال لي كده هنقاتل يبقى ده سبب ان انا بقول كده ديكري ان تشيك دي تفوت دي تفوت تبع الفلوس دي انت في عقل الدكتور في كان في ان ليه انت كليت في الكيما كيف نصلح طيب دي كده على بقى طيب كده على كده مين عاوز يعرف يرفع مين مش عاوز اجيلها يرفع طيب خلاص كده المره القادمه دي ايه ده توسع عليك يا فكره ده الراجل دي انا حكيتك القصه جبتني في الموقع كده بس انا بجد اوصف لك انا مخلصه كبيره لازم عشان تتحاول عارف دين الأقصى من كبير وانا الأقصى في خلال الأقصى يعني دين ايه؟ دين ايه؟ وعلي الدين ايه اللي يحتاج ايه؟ دين ايه؟ والدين ايه يحتاج كام فيتامين؟ يكون هو يتأذب اللي بيعمله؟ على مهم الدين ايه؟ مطايمين فايتامين يبقى انا وليه فيه دور هو يتأذب؟